هو ولله الحمد ان مجموعه الوزراء اللي تم اختيارهم للحقائب المختلفه في المجموعه الاقتصاديه الحمد لله يعني اكفى بكتير جدا من مش من التوقعات، يعني الحمد لله ماتشنج التوقعات اللي موجوده عندنا. بالنسبه لاحمد كوجك كوزير للماليه، هو ابن الوزاره، تعامل مع المؤسسات الماليه الدوليه الفترة السابقة بالكامل في عملية الاقتراض، في عملية سداد المديونيات، في عملية الدين الخارجي وهذا الكلام ده كله. فهو أقدر واحد وأكثر واحد يعرف أبعاد الملف ده وشكله إيه في الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة هيكون هناك استحقاقات عنيفة جدا على الدولة المصرية في الدين الخارجي، وبالتالي لازم تجيب واحد من جوه المطبخ، مش هنجيب حد من بره المطبخ علشان يدور الحريقة بتاعت الدين الأجنبي دي هنطفيها إزاي. احنا عايزين واحد كان موجود جوه البيت بتاع الدين الاجنبي وعارف ملفات الدين الاجنبي وكل ما يرتبط بالدين الاجنبي، وبالتالي هو جزء كبير جدا منه هو الاختيار موفق لاداره ملف الدين الاجنبي. وياتي ملف الضرائب، هو الملف الاكثر وطأة على المجتمع المصري. لا هو ما كانلوش في التداخل مع الضرائب بالقدر بالتطوير المؤسسي والعلاقات الخارجية والكلام كله. هل سوف يقوم بالاستعانة بنائب قوي في الضرائب، أو أن هو يعين شخصية قوية اقتصادية في مصلحة الضرائب بحيث أن هي تدير المصلحة لصالح الاقتصاد وليس العكس؟ يعني ان هي ازاي تستخدم الادوات بتاعتها الضريبيه في تنشيط القطاعات الزراعيه والصناعيه والخدميه والقطاعات التصديريه، وتقلل من الواردات من خلال الاوعيه الضريبيه المختلفه بحيث ان احنا ننشط الاقتصاد بتاعنا، بحيث ان احنا تزيد الحصيله الضريبيه بتاعتنا عن طريق فتح ملفات ضريبيه جديده وليس عن طريق تحصيل ضرائب اكثر من الملفات الضريبيه اللي موجوده. دكتور لكن حسن، بالنسبة ما للدكتور رأيك بعودة وزارة الاستثمار وضمها إلى وزارة التجارة الخارجية؟ هذه طبعا لربما كانت من بين أبرز التغييرات التي شهدناها في تشكيلة الحكومة الجديدة. هل تعتقد بأنها فكرة جيدة ضم هذين الملفين في وزارة واحدة؟ بص يا فندم، هو عدم تواجد وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة من أيام ما طلعت الدكتورة صحة النصر من وزارة الاستثمار حتى الآن، ده هو اللي كان غلط، مش الوضع الحالي هو اللي نتساءل عليه. واحنا نتساءل لماذا غابت وزارة الاستثمار في الفترة الماضية، وكان في نوع من أنواع العجز الشديد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري. عودة الوزارة وضم وزارة التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار قد يكون شيئا محمودا، ولكني لا أفهمه لماذا يتم ضم وزارة التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار. هل وزارة الاستثمار هتقوم بدورها كجهة لتنشيط التصدير ولا إيه بالضبط؟ يعني وزارة التجارة الخارجية تتعامل مع العالم الخارجي، العالم الخارجي في التجارة يبقى بتتكلم في تبادل تجاري، مش ده شغل وزارة الاستثمار. وزارة الاستثمار شغلها جذب استثمارات مباشرة إلى الدولة، والبعد كل البعد عن جذب الاستثمارات الغير مباشرة إلى الدولة في شكل استثمارات في أذون الخزانة والكلام ده كله، اللي هو غالبا ما بيجيبناش إلا الهوت ماني، ما بيجيبناش إلا وجع القلب في الاقتصاد وفي أي اقتصاد داخل الهوت ماني. فعودة وزارة الاستثمار كان يجب أن تعود وزارة الاستثمار وأن تعود بوزير قوي، وحسين الخطيب اللي هو دلوقتي يحمل حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية هو سي في قوية جدا 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 طويلة، متمرس، عنده علاقات دولية وعنده قدرة على قراءة المستثمر الأجنبي بطريقة سليمة وجذبه دي الاستثمار في السوق المصري. دكتور حسن، يعني وقتنا الوقت داهمنا، هذا السؤال الأخير، الحكومة الآن في ظل طبعاً التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت من رأس الحكمة والدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، هذه تعطي الحكومة المصرية الآن فرصة جديدة. برأيك ما أهم سياسة يجب أن تتغير عن الحكومة السابقة؟
بالتأكيد السياسات التي يجب أن تتغير في الاقتصاد المصري هي سياسات تتعلق بسعر الفايدة والسيطرة على التضخم والسيطرة على سعر الصرف. ما جاء من رأس الحكمة لا نعلم أين ذهب، وإن كان لسه عندنا مخزون منه ولا لا. في يوم من الأيام المتحدث الإعلامي بتاع رئاسة مجلس الوزراء قال إن فلوس رأس الحكمة راحت في سداد مجموعة من المدنيات وفي الإفراج عن الموجودات المخزنية اللي كانت موجودة في المواني، والجزء المتبقي تم زيادة الاحتياطي الدولاري عند البنك المركزي، وبالتالي فلوس رأس الحكمة يعني ما لا يعول عليها بالدرجة في الحالة. وبالتالي يجب أن نلتفت إلى الداخل في إعادة هيكلة هذا الاقتصاد بما يمكنه من تلبية احتياجاته الدولارية من الأدوات الإنتاجية اللي موجودة في الاقتصاد المطلوب خلال الفترة القادمة، علشان أقدر إن أنا أنشط الأدوات الإنتاجية في الدولة. لن تنشط الصناعة والزراعة والخدمات والكلام ده كله في ظل سعر الفايدة مرتفع وسياسات اللي هي التشدد النقدي. التشدد النقدي في الوضع اللي احنا موجودين فيه هو نوع من أنواع الانتحار الاقتصادي، لأن ما فيش حد هيروح يستثمر فلوسه في صناعة وزراعة دورة أعمالها طويلة ومخاطرها مرتفعة ويسيب إيداعات في البنوك في حدود 23 و27 و28 و30%. ده نوع من أنواع الجنون. لا المستثمر هيعمل كده، ولا المواطن هيعمل كده، ولا حتى هيدخر، ولا حتى هيعمل حاجة. وبالتالي يجب خفض سعر الفايدة. مع خفض سعر الفايدة سوف تنخفض التضخم ومستويات التضخم، وإذا انخفض سعر الفايدة ومستويات التضخم ده هيشجع على الإنتاج في الداخل، والإنتاج في الداخل هيخفف من وطأة الضغط على الدولار، وبالتالي قد ينخفض سعر الدولار في الاقتصاد المصري الفترة القادمة إذا تم اتخاذ مجموعة أو حزمة من القرارات الاقتصادية المتكاملة التي تتعامل مع كافة الملفات كوحدة واحدة وليس كجزر منعزلة.